حياتي بلا أمي، الكبر تاكل طفولتي. المسؤولية تربية الأولاد كتير شغلة خطيرة ودقيقة، وخاصة إذا أولاد طالعين من مأساة. أنا ما كنت أحكي، كان في صمت كامل كل حياتي، وعيت مقطوع نفسي، كان عندي هالخوف كل الوقت. أنا راجع البيت طمن بالي أن بابا موجود بالبيت. إذا بظهر من البيت بده يعتبرني مش رح أرجع، لأنه بيو ظهر وما رجع. بل إلا أنه هو بكل شيء حلو. الغضب اللي جواتي حتى موت بي ما قدر يحله. إذا بدي يقيس وجعي أو وجعيتها ماشي، أكيد ماشي. الله يرحمهم، صاروا بهي الدنيا، سامحتهم من كل قلبي أكيد، بس علموني كتير. تعلمت إنه لازم واحد يحب التاني مثل ما هو. جرب قد ما في عطول إني سامح حالي. هذا كمان شيء إنجاز صعب منه هيك. السبورت سيستم تبعيتنا لازم تبلش من العقل الأول، بعدين تكون أهلنا. أمي، جيراني، ابني، كله. في ناس حتى حوالي سيروا لي يلا. اف ليكوا هالضحكة، ليكوا هالعيون، ليكوا هالإيد، هو من خلال الناس اللي عم بيشوفهم حوالي. يا ريت بيتي هالقد كبير لاستقبلكم كلكم كل يوم. 15 سنة حرب أهلية ما كانوا بيسووا الخمس ثواني تبع أربع أب. مساعدين كتير إنه يطلع من هذا المطرح اللي انصاب بالصميم. بيروت هي مدينة كتير بيلبق لها الحياة، وإنه قلبها رح يضل ينبض بكتير حب وبكتير حياة، وبتضلها حياتنا زيارة كتير حلوة.